رحلة طويلة تلك التي عاشها المهندس عبد المجيد القعود في هذه الحياة، كانت أولى محطاتها في بلدة القحاصات قبل 78 عاماً، أما نهايتها فكانت هناك في بلاد غريبة بعيداً عن الوطن وأهله. ولد المهندس عبد المجيد القعود في عام 1943 في مدينة غريان، وتحديداً في القحاصات إحدى بلدات المدينة. درس في مدارسها المختلفة حتى المرحلة الثانوية، ليأتي بعد ذلك موعد الارتحال نحو العاصمة لإكمال الدراسة الجامعية، فالتحق بكلية الهندسة والتي كانت تسمى آنذاك بكلية الدراسات الفنية العليا، وذلك في أول دفعة لها، وليتخرج المهندس منها عام 1966 ليلتحق فور تخرجه بالعمل في بلدية طرابلس، وليتدرج في المواقع المختلفة وليصل لأن يكون كبير المهندسين فيها. في عام 1969 فتحت صفحة جديدة في تاريخ ليبيا، وكذلك كان الحال لدى الفقيد. ففي عام 1971، وكان حينها يبلغ من العمر 27 عاماً، كلف بمنصب عميد بلدية طرابلس، لتتوالى بعد ذلك المسؤوليات والمناصب المختلفة، فكان وزيراً لشؤون التنمية الزراعية، ووزيراً للطاقة، ووزيراً للاستصلاح الزراعي، وغيرها من المناصب، ليصل في النهاية إلى قمة الهرم ويتبوأ رئاسة الوزراء، ليكلف بعد ذلك برئاسة إدارة مشروع النهر الصناعي، وليختم حياته المهنية بعد ذلك بوزارة الزراعة في عام 2011. عقب عام 2011 عاش المهندس عبد المجيد القعود ظروفاً استثنائية، فكانت رحلته في غياهب السجن قد بدأت لتستمر 6 سنوات، ليفرج عنه بعد ذلك في عام 2017. وبعد هذه المسيرة والسنين الطويلة حان موعد الرحيل، لينتقل إلى رحمة الله تعالى صباح الخميس 4 مارس. رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان.